ازاي يتم توظيف كل النجوم دي في الفيلم، بالاضافه طبعا للنجوم اللي ظهروا كضيوف شرف في الفيلم؟ اعتقد ان دي بتبقى مهمه صعبه جدا على المخرج الاستاذ احمد نور. استاذ احمد، ازاي قدرت يعني تطلع التوليفه دي كلها في الفيلم بالشكل ده، وان كل واحد كانه بطل دوره يعني؟ لا، هم كلهم ابطال بجد، يعني ما فيش حد عندي بطل للفيلم، هم كلهم ابطال. الورق لما جالي او علاء لما اختارني كمخرج اصلا، يعني علاء في الاول خالص محب الروح اللي ما بين حضرتك وبين يعني علاء في الاول خالص انا كنت بشتغل انا هو مسلسل اسمه ايام العسل، كنت انا بخرج وعلاء كان ممثل. فعلاء بقى وانا في وسط العمل قال لي انا عايزك تخرج لي فيلم، قلت له طب يلا. فابتدينا ناخد الورق واقراه، فلقيت الورق فيه دوشه كتيره جدا وفي ناس كتيره جدا، فقعدت اذاكر كل واحد لوحده واقول له يعني ده وده وده، طب هنشتغل ازاي؟ طب انا على الترابيزه دي وانا بشتغل على الترابيزه دي المفروض ده فلان يبقى قاعد هنا، هيبقى قاعد؟ قال لي لا مش هيبقى قاعد، هيجي على الاوردر ويمشي. طب هعمل ايه؟ عارفه يعني حتى مشاكل ايام التصوير كانت صعبه جدا، ان احنا واحنا بننفذ ان المفروض بصور مثلا ترابيزه مروه ووراها قاعد علاء مرسي، علاء مرسي مش موجود يوميها، طب هعمل ايه؟ فطبعا يعني كان ايام بحب اسمع الكواليس دي قوي، يعني على نفسي بتصير فضولي قوي، ببقى عايز اعرف. ما انت حضرتك انت كلهم قاعدين في نفس الوقت وكلهم مش موجودين، كل واحد يجي على دوره، كل واحد بيجي على دوره وبيروح. فقصدي اقول لك، فهو التوليفه نفسها. بس انا كنت قاعد في كل الايام يا استاذ، انا كنت قاعد جنبه علاء، وعلاء كان قاعد. فقصدي اقول لحضرتك ان الممثلين نجوم كلهم ما تعبونيش خالص، كل واحد قرا دوره. طب بجد ما حدش تعبك بجد بقى؟ ما تعبونيش خالص، دي طالعه من قلبك ولا؟ لا والله طالعه من قلبي بجد، والله طالعه. يعني الكلام اللي انا كنت بتفق معاهم عليه كانوا بيعملوه، التوجيه اللي كنت بوجهه كان بياخدوه، يعني ما فيش حد فيهم مثلا كان ضد رايي او احنا اتنين وقفنا في وشنا في وش بعض، ما حصلش. كل واحد كنت بقعد معاه قاعده، بنخلص من القعده دي طالعين سلام احنا اتنين مع بعضين.